فيروز جزء لا يتجزأ من ذاكرة كل السوريين، من ذاكرتنا، جميع مراحلنا العمرية. فيروز إلى حصة خاصة أكيد بذاكرتنا وبقلوبنا. وإذا بدنا نقول فيروز، الحديث أكيد رح يكون جدا طويل. إذا بدنا نبلش من حالة العشق بين فيروز وسوريا، فيروز ودمشق، فيروز وأول حفلات معرض دمشق الدولي، قد إيه كان إلى حضور جميل على المسرح؟ يمكن مو بس هيك، بعتقد زمان مو مثل قبل كان جميع الناس يروحوا على المعرض يحضروا حفلة فيروز. يمكن ما في حدا بأيام زمان أهالينا إلا محضران حفلة فيروز. هي الحالة كلياتها حالة استثنائية، ما بتشوفيها اليوم، ما بتشوفي حدا مجتمع على فنان وهو بده يحضر كل حفلاته. يمكن كان أهم شيء أنه لازم يحضروا حفلة فيروز بمعرض دمشق الدولي. إن شاء الله هيك بدنا نتمنى لها الصحة والسلامة، ونقول لها كل عام وأنت جارة القمر وتضلي بهذا التألق يا رب. لنحكي أكثر عن الحالة الوجدانية وعن فيروز، أكيد حيكون معنا عبر اتصال هاتفي الإعلامي سعد القاسم. سعد صباحك أستاذ. صباحكم أهلا. ألو سعد، صباحكم أهلا. صباح الخير. يا صباح النور. يسعد صباحك. لما نقول فيروز وسوريا حلو، يعني فينا نقول حالة عشق لا تنتهي، ذكريات كتير كبيرة. لما نقول إذاعة دمشق، معرض دمشق الدولي، المسرح اللي غنت عليه فيروز، إذا بدنا نقول يمكن ريحة الشجر، ريحة الضيعة، إذا حتى بدنا نقول رائحة يمكن حتى التراب والمطر، كله إلى علاقة بالحالة الفيروزية الصباحية السورية. بالبداية خلينا نحكي عن فيروز، عن حالة العشق الدائم بينه وبين السوريين من سنوات، من بداية فيروز لليوم. يعني هي الحالة الاستثنائية ما بتخف لحظة، يعني دائما تلاقي في حالة شوق دائم للسيدة فيروز وأغانيها. صباح الخير مرة ثانية. حالة الدرب حكاية صارت يعني حوالي 2 كنا منطقة إعلامي عربي، منطقة صغيرة كان نفس الوقت، كان وقتها بالفضائية السورية عاملين مجموعة تواصل من أغاني فيروز، كما كنا في أكثر من برنامج كانوا على إسماء أغاني فيروز. فكان في مدير وكالة أنباء يعني موجود، فحكى معي بنوع من المزح أنه أنتم تتعامل مع فيروز كأنه هي إلكم. فجاوبته فعلا. طبعا هو بعد هالمزحة أو بعد هالجواب هاجم الإذاعات اللبنانية والمحطات التلفزيون اللبنانية اللي هي ما بتهتم بفيروز قد ما بتهتم فيها التلفزيون السوري والإذاعات السورية بكاملها، يعني دمشق الإذاعات خاصة. طبعاً نرجع لسؤالك اللي حقيقة فيروز هي، يعني أنت حكيته بالتقرير وحكيته بالتقديم كثير أشياء أساسية مهمة لا يمكن الإضافة عليها كثير. بس الحالة الاجتماعية يمكن أنا من جيل، يعني أنا جيل فيروزي، يعني نحن كنا نبدأ صباحنا ببرنامج مرحبا يا صباح اللي شاركته من أغنية لفيروز. صحيح. بعدين أغاني دائما فيروز هي الحاضر الأساسي فيه، ما كان حاضر الوحيد، كان دائما هذا مرحبا يا صباح، هذا يعني افتتاحيتنا فيروزية لكل السوريين. نرجع لمعرض دمشق الدولي. طبعا مثل ما قلتوا انتم فيروز اطلقتها اذاعه دمشق. معرض دمشق الدولي كانت فيروز حاضره ليس فقط للمهرجان المعرض، كانت حاضره باستمرار بمدينه معرض دمشق القديمه. كان دائما في اذاعه داخليه طول الوقت تقدم اغانيها، وفي اغاني راسخة كثير بالذهن السوريين بشكل خاص مثلا طالت نوعا. لما انتهى معرض دمشق الدولي على الهبوط على المقر الجديد، كان نقطع تحضيراتك اللي عم نعملها نحن مشان الانتقال، كان في اجماع انه لازم نحن نحافظ على هذا التراث تحديدا، على هذا التقليد. صحيح. نضل اذاعه المعرض تغني اغاني فيروز. صحيح. انه المرافقه بالشلالات البارده انك تساوي تعويض الشلالات الصناعيه. هون بدي احكي شيء يعني له علاقه يعني بفيروز، انه هي صوت استثنائي فعلا. يعني انا ما بدي احكي يعني شيء تقني لانه هذا اختصاص الموسيقيين. صحيح. فيروز قدمت الوان مختلفه، كانت قادره دائما انه هي توصل لقلوبنا ولمشاعرنا. بنفس الوقت هي فيروز مثلت في المسرحيات الغنائيه ولو ادوار صغيره، بس كانت تشبه اغانيها، يعني كثير صادقه كثير بسيطه وعفويه،
وهي البساطه اللي في جاءت بعد تحضير طويل. يعني انا وقتها الي احضر جروبات لبعض مسرحيات فيروز، كنت اتفاجئ بمستوى الالتزام اللي تعمله بالبروفا اللي هو لا يقل عن التزامها بالعرض الحقيقي الجماهيري. فيروز لفتره طويله من كثر تهيبها من مواجهه الجمهور، كريم بتذكروا كان تبدا اغنيتها وهي دايره ظهرها للجمهور لوقت ما تبدا تستمد يعني تكمل شجاعتها فتستدير وتكمل الاغنيه. كان دائما في عندها هذا الاحساس بالمسؤوليه تجاه الجمهور تجاه الشيء اللي بتقدمه. طبعا التقرير قال عن دور حليمه الرومي الاساسي، عن دور كيف الرحابه كيف عملوا لها النقل الهامه. يمكن الشيء الجانب الموازي بالاهميه الاغاني فيروز هي مسرحيات الرحابه. لو بنرجع انا يعني انا بشعر بالاسف على الاجيال اللي ما تابعتها ومو شرط على المسرح يعني حتى تسمعها يعني بالاذاعه والتسجيلات انه فيها نادر يلتقى بعمل واحد عبقريه الكلمه عبقريه الفكره وعبقريه اللحن والاداء والصوت. طبعا على المسرح بيضاف له شيء كثير مهم هو الحاله البصريه والحركه الجميله اللي كانت موجوده على المسرح اللي قدمها الكره اللبنانيه الشعبيه. ومع ذلك اذا بدنا نحكي نحن مسرحيات فيروز هي جديره انه تدرس في المعاهد المسرحيه كنوع من المسرح العنائي المتطور اللي ورث مسرح السيد درويش ومسرح ابو خليل القباني وطوروا بشكل جديد من كل تقنيات العصر وايضا من مستجدات العصر كاحداث وافكار وثقافات. كنت حطيتوا الى اثناء التقرير حطيتوا مقاطع من المسرحيات هي بتنسمع بكاملها. يمكن نقول نحن هي الاعمال المتكامله اللي صعب واحد يلاقي فيها ثغرات او يلاقي فيها نقاط ضعف. طب استاذ سعد، اليوم مثل ما قلنا الحديث بيطول عن فيروز واليوم الاخوين الرحباني كان لهم تاثير كثير كبير بمسيرته الفنيه، تاثروا فيها واثرت فيهم اكيد. قبل ما نستكمل حديثنا خلينا نروح هيك لمحطات نستذكرها من ايام المعرض ونرجع لنكون نحن وانت. نتابع مع بعض الكليب، الكليب جاهز شباب؟ خلينا نتابع مع بعض كليب للسيدة فيروز. حلو الموال دمشقي دائما بصوت فيروز. يمكن كل الاغاني اللي غنيتها السيده فيروز شام وانت المجد لهلا، يمكن لما نسمع هي الغنيه بتلاقي في مشاعر كثير جميله بتنزرع بقلوبنا. صوت فيروز حاله استثنائيه ما في حاله ابدا أكيد. وفي حاله وفاء، خلينا نعرف سرها، حاله وفاء كثير كبيره بين السيده فيروز والسوريين، حاله استثنائيه من الحب والعشق المستمر كل ما نو عم يكبر يوم بعد يوم. استاذ سعد خلينا نحكي عن هي حاله الوفاء والعشق الدائم، يمكن دائما احنا بحالة حب وعشق للسيدة فيروز. لا كنا عم نحكي انه كيف انه كان معرض دمشق الدولي كان في عنده مهرجان فني هو من اهم المهرجانات العربية فعلا. كان مهرجان غني كثير، كانت تشارك فيه مجموعات متنوعة من فرق الرقص الشعبي والغناء الفلكلوري
والرياضات واشياء كثير، والغناء المفرد والغناء الجماعي والعروض المسرحيه من عدد كبير من بلدان العالم، فينا نقول يعني من كل جهات الارض، يعني من الصين للولايات المتحده. ومع ذلك كانت فيروز هي بنقول جوهره هذا المهرجان. يعني حتى مثلا ابناء جيلي بتذكروا انه كان في لوحه اعلانيه بمثقل مسرح معرض كان فيها برنامج المهرجان، بس كان فيها جزء نافر بشكل مميز فقط له علاقه بحفله فيروز في هي السنه. كانت فيروز في كل سنه تقدم المسرحيه اللي قدمتها قبل بضعه اشهر بمهرجان بالغ، وكان دائما تسبق حفله دمشق دائما باغنيه تحيه لدمشق. اكثرهم كتب السعيد عقيل هنا من اجمل ما كتب عن دمشق، وهي اكثر فنان على الاطلاق فنان لدمشق. وكان دائما مترافقه مع فيها نوع من الحنين، فيها نوع من التقدير. يمكن تكون من اشهرها الاغنيه اللي غنتها بعد حرب 73 حرب تشرين، الغارق والليلتي ام النار يا شامو، واللي صارت ايقونه للحرب نفسها وذكرى الحرب. نعم. في حضور مسرحيات فيروز كان في نوع من الطقوس الاجتماعيه في المدينه كان كثير يعني غير عادي. كان دمشق اثناء المعرض دمشق اثناء معرض الدولي واثناء حفله فيروز تماما تمتلئ بالزوار من المحافظات الثانيه ومن البلدان المجاوره، من الاردن والضفه الغربيه الفلسطينيه بالمناطق تحت الاحتلال، ومن لبنان يعني كانوا يجوا اللبنانيين يحضروا فيروز بسوريا. صحيح. ومن العراق كان كثير يجوا. كان دائما دمشق وقت حفلات فيروز مكتظه المدينه، كامل فنادقها. نعم. بالبيوت في كثير اقارب نازلين. حفل فيروز نفسه كان في قدر هائل من الاناقه، الناس يروحوا عليه كانوا بيروحوا على حفل يعني انيقه كثير وعاليه كثير. يلبسوا افضل ما عندهم. كثير من النساء كانت تحصل ثياب خصوصي مشان تحضر حفله فيروز. نعم نعم استاذ سعد، كان في اناقه كثير جوا. استاذ سعد، مثل ما قلنا ببدايه حديثنا معك دائما الحديث وقت بنقول فيروز بنحتاج لمساحات كبيره من الوقت لنقدر نوصف هي الحاله الوجدانيه. بدي اتشكر حضورك معنا عبر اتصال هاتفي. شكرا لك استاذ سعد الاعلامي. استاذ سعد شكرا لك استاذ سعد القاسم. شكرا لك.